انت بتقولي ان بعد الزلزال هناك كان في جثث، عدد من الجثث كبير جدا. عايز اعرف احساسك وانت بتطلع كل جثه، عندك امل ان قريبك فلاني لا يخرج حي؟ فللاسف الامل يضعف مع الايام ومع يعني قله الامكانيات وهكذا، فتخرج جثه اخرى. كل ده انت فين بقى؟ احكي لي بس تفصيليا. إيه هذا انا كنت على الشارع بعد ما طلعت، وانا طلعوا العيال يعني. نعم. إيه فبسمع اصوات اغاربي فيصيحوا انه ابن عمي باسمه انه تحت البناء بده مساعده، فبنروح نحن لعنده. مثل في ابن عمي ضل انا 3 ايام تحت البناء، تحت البناء تحت الركام، ايده عاصي بس ايده هي كتفه تحت البناء. فنفوت لعنده نحن بنضل نشده وبنشده، ما في عندنا معدات حتى بنطلعه بايدينا، بنحفر بايدينا. ضلينا يومين 3 بنحفر بايدينا لحتى نطلعه. ما حسنا، حتى اخر شيء جينا ربطناه بخيط يا الله وسحبنا. فطلع فطلع مقصوص، مقصوصه رجليه، مقصوصه في اصابع، في اصابع رجله، ومضروب على كتفه. البناء نازل على كتفه. نتفاجئ انه نسعفه، بتجي الاسعاف بتاخذ. أعانك الله على الصبر، وطبعا يعني بقاء لله في كل من توفاه الله، وحفظ الله ابنتك اللي كانت سبب في نجاتك. وزي ما شفنا مشاهدينا سبحان الله، يعني الله يضع أسباب النجاة في شيء بسيط جدا، في مخلوق بسيط ضعيف، طفلة صغيرة هي من أيقظت والدها جنبها سهرته عشان يكون تكون سبب نجاة هذه العائلة، اللي إن شاء الله ندعو الله إن هم في القريب العاجل يحصلوا على مسكن ومأوى، يكونوا أكثر استقرار
ويكونوا أكتر دفء، لأن فعلا الطقس والجو صعب جدا جدا جدا. شكرا ليك وشكرا على مجهودك اللي عملته. شكرا، جزاك الله خير على كل التعب اللي انت شفته. الله يسلمك، انتوا أبطال فعلا وعملتوا عمل عظيم، وأكيد ربنا كريم وعادل. يعني هذا واجبنا، الناس الناس يعني الناس 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 الناس.